مسجز كتير جدا، ولكن خلونا نستقبل اتصال تليفوني ونقول الو. الو. ايوه. مساء الخير. يا مساء الورد، ازيك؟ الله يسلمك. اتعرف بيكي؟ بلاش الاسم، بس ممكن تكون مثلا المخدوع شويه او مجروحه، اي حاجه اللي انت عاوزه. المخدوع شويه ولا المخدوع شويتين؟ المخدوع كتير طول الوقت. المخدوع طول الوقت. طيب كم سنه؟ عندي 22 سنه. مين اللي خدعك وخدعك ازاي؟ وانا كنت مرتبطه، كنت متجوزه بس ما حصلش نصيب، انفصلت عن جوزي. يعني اتجوزتي قد ايه؟ مده شهرين. شهرين. كان في علاقه عاطفيه قبل الجواز ولا ما كانش؟ لا، هو كان عباره عن جواز طالونات العادي. ايه، وانفصلت عنه كده. جه بعد ذات قدمني عليه. وافقت عليه، بابا وافق عليه جدا كمان، الله يرحمه. الله يرحمه. اللي هو عاوز يستر بنته قبل ما يموت ويطمن عليها، برضه جوازه تقليديه. وكان عندك كام سنه وقتها؟ كان ده من سنه ونص. يعني كنت 20 سنة تقريبا. ايوه. جيت وفيت زي ما بابا كان موافق طبعا. اتجوزت. بعد ما اتجوزت باسبوع بالظبط بابا توفى. بعديها بشهرين اكتشفت ان هو ما بيشتغلش. هو كان قال لك ان هو بيشتغل وطلع ما بيشتغلش؟ كان مفهمنا كلنا ان هو بيشتغل. لا، ما بيشتغلش. كان كل ما كان بيقول لي على حاجه واحنا مخطوبين، حتى بعد ما اتجوزنا بشهرين، كل ده طلع كذب. بعدين اكتشفت ان هو كذاب، ان هو ما بيخلفش. ما بيخلفش ولا مالوش في العلاقه الزوجيه؟ كان ما بيخلف. ما بيخلفش، ولكن العلاقه الحميميه كانت ما فيهاش مشاكل. ايوه. عرفتي منين انه ما بيخلفش؟ من التحاليل بتاعت الدكاتره وكده. انتوا ما لحقتوش تقعدوا مع بعض شهرين؟ لحقتي تقولي له روح نعمل تحاليل وكده، ولا هو كان عنده حاجه مخبيها عليكي؟ هو الكلام دوت لما اكتشفت ان هو ما بيشتغلش ده كان بعد شهرين. اما اكتشفت ان هو كان ما بيخلفش كان بعد سنه. بالظبط. جيت طبعا قلت له تعالى نروح عند الدكتور وكده. كان بيرفض جدا الموضوع دوت. فجيت قلت له على تحاليل الدكتور كان طالبها مني. ليه هو؟ فقلت له اعملها وما تروحش انت. فعمل التحاليل. عمل التحاليل وخدت التحاليل، الدكتور قال لي لازم عمليه مشدنه في السله بعد سنه. لا نكشف لما نكشف. وبعدين؟ جيت عرضت عليه كلام برضه مفيش فايده. طبعا هو مفهم والدته ومفهم اهله اني انا اللي ابني، انا اللي انا قاعده بقالي سنه الوقت مفيش اي فل. طبعا من كتر مشاكل اهله معايا وكده، صحاب برضه طبعا يروح للدكتور. برضه الدكتور اللي هو راح له كل الهيصه دي حصلت في شهرين؟ لا، ده بعد السنه من الجواز. بس انتوا انت بتقولي انا قعدت معاه شهرين وانفصلنا. لا، ده جوزي الاولاني. دي انت اتجوزتي جوز، انا كل ده بقى في جوزك الاولاني. لا، دي جوازه ثانيه. قلت لك انا كنت متجوزه قبل كده، قعدت شهرين وما حصلش نصيب وانفصلنا. طيب ده جوزي الثاني بقى. بصراحه هو كذاب وفي كل حاجه ممكن تتوقعها ان انا ممكن اقول لك عليه فيها. وبعدين؟ طبعا والدي توفى. مامي معلش غير عمي واحد طيب جدا، ملهوش ان هو يتدخل معايا في اي مشاكل. طب انت اللي طلبتي الطلاق ولا هو اللي طلقك؟ انا ما طلبتش الطلاق. امال؟ هو حصل مشاكل وكده، وانا كنت عند بيت بابا بقالي 3 شهور. وجي هنا هو من حوالي شهر قال لي تعالي وكده، انا عاوز اطلقك وتعالي. بيقول لي ماما برضه. لا يا ماما تعالي معايا ولم الحاجه، وانا هتفهم والدي وكده اني انا اللي طالب الطلاق، انا مش عاوز بنتك وكده.
طبعا هو قال لنا الكلام ده بناء على ان بابا الله يرحمه هو اللي كان جايب له الفرش وجايب له العفش وجايب له كل حاجه. خلينا نطلع من حكايه العفش والفرش والحاجات دي. المهم يعني لان في حاجات اهم، يعني انت بتقولي انا مجروحه وتعبانه ومتضايقه، يعني انت حبيتي الانسان ده ولا ما حبيتيهوش؟ بصراحه لا. طب مجروحه ليه؟ مجروحه علشان خدعني في كل حاجه. ما ياما بنتخدع كل يوم، ده الواحد بيفتح التلفزيون يشوف الخدع في وشه، بيشوف حتى برامج يعني الواحد مش عايز يغلط في الزملاء، بيشوف حاجات تضحك يعني. لما تبقى حاجات بتشوفها غير لما تكون حاجه انت عايزها. انت كنتي منتظره منه انه يطلع احسن من كده او كان عندك امل فيه؟ اكيد اكيد. واتخدعتي فيه؟ خدعتي فيه بكل طريقه ممكن تتخيلها. طيب حد تاني ظهر في حياتك في الفتره اللي فاتت دي؟ المشكله في كده. امال المشكله في ايه؟ المشكلة ان هو رمى علي يمين الطلاق قدام اهلي. رمى عليك يمين الطلاق قدام اهلك، يعني طلقك خلاص خلصت. بس تعالى نطلق بشكل رسمي وكده. لا انا هقول للوالد الاول، هقول للاهلي. طب خلاص ماشي اوكي كلهم. جاب اسبوع بعد كده بيتصل بيقول انا رديتها غيري. دي مراتي وانا عاوزها. وبعدين؟ انا طبعا رد ان انا ارجع له بكل المبادئ اللي ممكن ان انت تتكلم فيها، لان مفيش اصلا اي حب بينا ومفيش اي موده، عشان هو ما خلاش حساب ولا عمل حساب اصلا لموده او عشره ما بينا. يعني انت كل القصه دلوقتي عايزه تطلقي، عايزه تنفصلي تماما. انا اقول لحضرتك الاسباب. اكتشف ان هو كذاب وخداع، ان هو حرامي. حرامي؟ اه. انا تكتشف فيه عيوب الدنيا كلها. حرامي ازاي يعني؟ سرقك؟ سرقني. سرق ناس كتير قوي. سرق انتي؟ سرق منك ايه؟ كان بيجي يقول لي انت مش قادره تقلعي الذهب بتاعك ليه؟ انت مش خايفه يعمل لك حساسيه؟ كنت برد عليه بشكل عادي قلت له لا انا مش خايفه يعمل لي حساسيه، ما بشتكيش انا من الموضوع ده. وبعد كده خد ذهبك. بعدين قال لي انت خايفه مني؟ قلت له انا خايف منك ليه انت تاخد ذهب؟ يعني انا ببقى جايه تاخدنك اخاف منك على شويه ذهب. وخد ذهبك باعه؟ اه خده وباعه. وبعد كده منعني ان انا اكلم والدتي وكده لمده شهرين، ومنع اي حد يكلمني. كان واخد مني الموبايل بتاعي عشان محدش يعرف. عندك التحاليل بتاعته؟ اه معايا. معاكي انتي؟ اه. طب بصي بقى يا بنت الناس، ببساطه مطلقه بالتحاليل اللي في ايدك دي تطلقيه، طالما انت شايفاه ان هو انسان حرامي ومش عايزاه ووحش وخلافه، وانت عايز تاخدي حقوقك ببساطه مطلقه، ترفعي عليه دعوه وتطلقيه. ولكن الأهم واللي عايزين نتكلم فيه النهاردة هنا هو أنك عندك 22 سنة واتجوزتي مرتين وطلقتي والتالتة تابتة، ما تسرعيش بقى في اختيار الإنسان اللي جاي إلا لما بتكوني متأكدة تماما أن الإنسان ده كويس وهتعيشي معاه وهيصونك وهيحبك والدنيا هتبقى ماشية كويس. ما تسرعيش، لأن الاختيارات الغلط هي اللي بتودينا في داهية. اختيارك في المرتين كان غلط، ما ينفعش بقى يبقى التالتة والرابعة والخمسة والستة والسبعة ما ينفعش. لازم تكوني حريصة جدا في اختيارك، وتاخدي فرصة كويسة جدا في انك تفكري وتتخطبي وتعرفي الانسان اللي قدامك ده قبل ما تاخدي قرار الجواز، لان قرار الجواز مش لعبة.